السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشكيل المربع طبعا هذا التشكيل يميل أكثر إلى الحاميات من الحشود والميدان، لكن مو معناه أنه ما ينفع على الحشود مثلا أو الميدان، لكن وش اللي أتكلم عنه؟ عن خصائص هذا التشكيل بنقوشه الخاصة اللي هي هذه. الحين أبغاك تركز معي في الكلام اللي بقوله. أهم ما تحتاجها الحامية هي أشياء فيها تقليل أضرار بصفة عامة، ونلاحظ هنا أن عندنا شيء مربوط بمسألة الأدرع. اليوم من عندنا من القادة يمنح درع كحامية؟ عندنا YSS للقوات الخليطة، ما عندك السكيبيو واللي هو بيكون مع فلافيوس، بس غالبا هذا الكومبو مش مستخدم حاليا، لذلك أي لاعب حامية اسمع الكلام اللي بقوله لك، أنت مطالب بعملة سكولاس، لكن متى؟ لما تتوفر عندك النقوش الثلاثة أمامك للفيفة والأداة والعلم. طيب لو حصل أنك قدرت تجيب نقشين يعني لها من المركز التجاري ومن موسم الفتح، هنا يأتي تشكيل وقت عملة سكولاس. طيب هذا الكلام في ظرف إيش؟ في ظرف الحامية. في ظرف الحشود يعني خلونا نكون صريحين أكثر، والله لو تحط إيش ما تحط من تقليل أضرار متلقة، دي بف تميرس مع حشد مضاد والسوارمات بيروح حشدك مثل الورق بيطير. عندك قائد مثل باكال يمتلك مهارات تقليل أضرار متلقاة عليه بصفة عامة، ومع ذلك يتم إسقاطه بهذا الشكل. هذا هو قائد مشاة طبعا اللي خصائصهم دفاعية من الأساس، فما بالك راح يكون حال الفرسان والرماة مع تشكيل المربع. طبعا هذه قراءة مبدئية، ربط بناء على ما يحدث أمامنا كلاعبين في ظرف الحشد والحامية. اللاعبين يقدرون يسوون سوارمات إلى ما لا نهاية على الحشود، ولكن ما راح يروح منهم موت إلا إذا تعبت مستشفياتهم. لكن الحامية ليس كل اللاعبين قادرين يسوون سوارمات على العلم لأسباب كثيرة، أهمها اللي هو إيش؟ اللي هو أبحاث موسم الفتح. أما في الميدان لا، أنت في الميدان غالبا تبحث عن شيء يرفع لك من أضرار مهارة عادية مضادة، ممكن نستخدم المربع عادي إذا بغينا نرفع من نسبة الصمود لدى قادة معينين. لاحظ معينين، يعني لو تكلمنا عن مثلا غوانيو ما في قائد يمر عليه لو مع درع مثل أليكس ليو سكيبيو، فخصائص النقوش الخاصة بهذا التشكيل نعم راح يفيد أي قائد يقدم لك درع في مسيرتك على المستوى الدفاعي أكثر. كافهت أنا أميل أكثر مع رفع معدل الأضرار، لأن هذه قناعتي أنا كلاعب، وكل لاعب طبعا عنده قناعاته الخاصة فيه. لكن يأتي لاعب يقول فهد أنا ناوي يعني أشكل عملة سكولاس وأعطيها لقادة آخرين من الرماء الفرسان، من اللي نبغاهم يعني يمتلكون خصائص دفاعية؟ هنا أقول نعم أنت معك حق، ولكن لحظة معي هنا علشان ما تطيح بخطأ ثم تندم، انتظر التجارب. طبعا هذا نظام حديث، ذكرت في سيرفر الدوجو طبعا أن من يمتلك سكولاس يحافظ عليها لا يفككها. ما جبت طاري أبدا أن الواحد لازم يشكل عملة سكولاس نهائيا. مشكلة بعض الناس أنه ما يركز على المكتوب، فحديثنا على ما هو مكتوب أمامنا. نعم في عوائق في هذا النظام يعني تحتاج إلى تعديلات. أولا بفات الملحق نفسه، قد يأتيك نقوش قوية ولكن تجد إحصائيات الملحق تابع للجمع مثلا، لكن هل أضعه كعائق؟ طبعا لا، لأن النقش هو عبارة عن مهارة إضافية، اعتبرها كذا. طيب وش المفترض أنه يصير يعني اللعبة وش المفترض أنها تسوي؟ لابد تتوفر خاصية انتزاع النقوش طبعا، لأني ما أرى من المنطق أنك تنتظر حظك يضرب مع ملحق يعطيك إحصائيات لقوات موحدة وعليها نقوش ممتازة. وين هذه؟ ما تصير إلا بالنوادر. فخلاص أتوقع كذا وضحت الفكرة من المحافظة على عملة سكولاس ولمن هي أولوية. لا أشوف بكرة واحد يقول لي ها أشكل العملة ولا لا، يا أخي لا تشكل حتى نعطيك الأكيد أنه خلاص هذه العملة راح تصنع فارق كبير بالميدان. انتظر. يعطيكم العافية على المتابعة، نراكم على خير، في أمان الله.